اليوم الأول من شهر الخير رمضان لعام 1440 للهجرة. احنا حاليا في أثيوبيا في أحد بيوت الله عز وجل لتنفيذ مشروع إفطار الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. خلوكم معانا وشاركونا فرحة الناس في الإفطار، عسى ربي يسعدكم في الدارين. من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ موسم العفو أوان الرحمة، فرصة العمر زمان العمل. عجبا من طامع في الجنة، فتح الباب ولما يدخلي.